شوفي شي جديد يا رودينا. ونعمل. الو، ثروتك يلي انت بتجنيها مش الموكل عليها. تفضل مع السلامه. ونصيحه مني، اتركها تتوزع حسب القانون، لاني ما رح اسكت لمزور مثلك. تسمح الأستاذة تترك المسؤولية علينا وتتحمل مسؤوليتها بس؟ تعملي يا رودينا؟ رح تقتلي نفسك بوهم حولتي لحب واخلاص، وهو نتيجة حقدي على فراس الراجي. حبيت امشي معك ورافقك دربك الصعبة حتى ما خلي نار الانتقام تطالك، بس انت ظاهر بيستهويك اللعب بالنار، ونار نديم الراجي بتحرق الاخضر واليابس. جهاد عبد الله مش من ضمن مهمتي. لا، تركته عم بعد النجوم. لحظة من فضلك. صباح الخير جهاد. أهلا ربيع. صدفة انت هون ولا قاصد تشوفني؟ بصراحة قاصد تشوفك، لأنه الدكتور منير قال لي أنكم متوعدين تتلاقوا هون. خير إن شاء الله. معتزمني على فنجان قهوة؟ تفضل، بس ما بدي أي حديث بيتعلق برودينا. اسكتي اسكتي يا بديعة. لحظة من فضلك. هنادي، مش هروبي هنادي، بس في تصفية حساب بدي اياك تضلي بعيدة عنها. خدي فنجان قهوة وبس اخلص بكون معك. صدقني جهاد، رودينا طالبة ترتاح اليوم حتى تكون قادرة بكرة. مع حق يا جهاد. مع حق، واللي بيطلب منها غير هيك يكون إنسان أناني وغير منطقي. شو
بعد ما طلبت له شيء لربيع. مات. من فضلك اي شيء بارد وعلى السريع. سكتي يا بديع. اطمن يا ربيع وطمن الوالده. قيمه رودينا عند شهاد مش بهفوه بساعة غضب. انا ما في لزوم تعبرنا عن مشاعرك تجاه زوجتك، كلنا منعرف هالشي، وهي بتقدر تعاملك مع ظروفها وانك ضحيت كتير. بس ما رح ضحي بكرامتي ولا رح خليها تتسلى بمشاعري. شو دخل كرامتك باللي صار؟ مش انا اللي بنهمل ولودي حتى تلبي دعوة انسان حطم حياتها وضيعها. تصرف سليم، يمكن مش بالاسلوب انما بالمضمون. اشرح لي من فضلك شو هو الاسلوب وما هو المضمون. الاسلوب انه ما استأذنتك وانا تركتنا كلنا ناطرين سعادتها بالمطعم بدون ما تخسر علينا اتصال. مزبوط، بس اسمع المضمون. اتفضل شنف اذاني بفلسفتك. لا يا جهاد، مش فلسفة نداري فيها غلطة رودينا، حقيقة تبقى فلسفة على ذوقك. رودينا راحت على العرس تتأكد للجميع بما فيهم في راس الراجل انه ماضي وانتسى وما بيربطها فيه الا بنتها بس. الو رودينا، بحاجة إلك مش لانتفاضتك للكرامة والمبادئ. واللي بحب يا سيد جهاد بيقف حد حبيبه بوقت ضعفه وبهون عليه قلقه وحيرته. اقعد يا ربيع، بيظهر جهاد بعقله الكامل يا دكتور، بس هي مش عارفة شو بدها تعمل ولا عامل حساب مين بتجرح او مين بتقتل او على مين بدها تنقض بتصرفاتها. ربيع لحظة ما تفضل. ما تفتح تمك ولا بكلمة الا بيمينك. مسكينة عاشت حلم بهد الجبال، لما الحلم تحول لحقيقة، حقيقة ما بتتصدق ولا بتخطر على بال، وما بتتحملها قلوب من صوان. كلنا ضعنا فيها وصارت تصرفاتنا غير مسؤولة. مين منا ما هددته الحقيقة؟ مين منا قادر يستوعب اللي صار ويعيش المشاعر اللي عم بتخرج إنسانة ضعيفة عم يتأذفها طيار عاصف مش عارفة بأي قعر بده يرميها هي وبنتها. عن إذنكم. طبعا طبعا، الهروب بالمواقف الصعبة من شيء من الرجال. شو بدك ياني أعمل؟ توقف موقف الرجل الحكيم بلحظة ضعف زوجته، مش المراهق الغيور اللي نسمة هوا بتجننه. هنادي هنادي. عمر صدقيني صدقيني ما في موعد معه، فاجأت فيه. والدكتور منير؟ الدكتور منير حابب يشوفني، أنا أعطيته موعد قاصد يعرف إني هربت لعندي لتنسى حبك. هنادي هنادي، أنا ما كذبت عليكي. بشو بدك تكذب علي؟ معرفتك ملوع بحب الاستاذ الزميلة، يعني ما اعطيتني شي من عندك، ولما قررت تعطيني حملت قلبك المكسور وركضت لعندي. يمكن نسيت اني محامية وما بقدر جبر المكسور. معك حق، وانا بشكرك لانك لبيت الدعوة. Thank you.
من حقي ما فرطت فيك يا هدينا، انت صرتي جزء مني واول ارتباط مقدس بحياتي، مش رح اسمح لاي ايد تمتد وتفكه. من واجبي احميه واحميكي من خلايق شريره هويتها مص الدم، ومن اوهامك اللي رح تضيع باقي عمرك عم تركتي ورا سراب. انا بحبك يا هدينا، والعمر الباقي لازم يكون جنتنا انا وياكي. صدقيني طريقك مسدود بقذارة نفوس، وانا ما بتستاهل الا السعادة والفرح، بس انا مش قادرة اوفر لك اياهم. انت سعادتي اللي فتشت عليها العمر، وظروفك حركت مشاعر قتلتها الايام وغدر الانسان. ما تقتليها ببعدك عني. عندي هواية اتفرج على حيل هيمين، وبحب اتفرج على حروبكن انقاذا لكرامتكن، وكأنه الكرامة انوجدت بس ممهورة بجنسكن.